انت متوقع بقى ان احمد عبد القادر يكمل في مستواه الكويس ده ويكون مفاجأة النهارده؟ طبعا واثق جدا ان احمد عبد القادر، لان احمد عبد القادر عنده الملكه والقدره اللي تاهله لده، وخاصه كمان بعد ما هو عرف وتاكد ان الجهاز الفني لمنتخب مصر معجب جدا بادائه، مستر كارلوس كيروش اشاد بيه جدا جدا، وهو اللاعب قريب جدا من انه يكون متواجد الفتره الجايه مع منتخب مصر. في كل دي حوافز ودوافع الثقه الكبيره اللي بياخدها، وخلاص الراجل حصل على كل عوامل الثقه اللي بيحتاجها اي لاعب، ثقته في نفسه وثقه زمايله فيه، اصبح اهم لاعب داخل المنظومه حاليا في الفتره الاخيره اخر 3 مباريات بالتحديد. اللعيبه دول انطباع ده ثقه الجهاز الفني فيه وثقه الاعلام والجماهير حواليه، فبالتالي كل هذه الثقات بتخلي اللاعب يلعب باريحيه كبيره. بشوف ان احمد عبد القادر هذه مرحله احمد عبد القادر، لاعب عنده قدرات كبيره، وبالتالي اللاعب دايما اللي عنده الحل الفردي قادر طول الوقت يميزك، فاعتقد انها دي فترته، وان الفتره الجايه هنشوف تصاعد لمستواه وارتفاع في مستواه. الاهم ان موسيماني خلاص استقر وتيقن ان احمد عبد القادر يلعب في هذا المركز مش مجدي قفشه، فبالتالي ان شاء الله نشوف استمراريه لتالق احمد عبد القادر، ثم نشوف قفشه هل هينفع في مركز الجناح الاخر الجناح الايمن، ولا من المفترض ان انت توظفه في ادوار تانية. اعتقد انه هياخد وقت مع موسيماني، لكن موسيماني لن يتخلى ابدا عن مجدي قفشه، متاكد تماما ان قفشه يعني الافضليه كده لقفشه ولا مكسوني ولا احمد عبد القادر ولا حسين الشحات. شوف هو بيلعب بثلاث مهاجمين في الفتره الحاليه، يعني 3 4 3 بيلعب ثلاثه مهاجمين، كان بيلعب بقفشه في الجهه اليسرى. خلاص احمد عبد القادر اثبت انه افضل واحد في الحته دي، لان قفشه بالاساس لما كان بيلعبها مش مركزه، قفشه بالطبيعي بيلعب في نص الملعب، هو لاعب وظفه في اي ادوار من ادوار نص الملعب، هو بتاع عمق يحصل على مساحه حريه كامله تاخد منه احسن حاجه. لكن هو ليه مضطر موسيماني او غير موسيماني، ليه قفشه بالتحديد لاعب لا غنى عنه، فانا بضطر اوظفه حتى لو في دور غير دوره عشان استفيد منه. لان خليني اقول معاك كده بشكل سريع، قفشه عنده مميزات كتير جدا تخلي اي مدرب يتمسك بيه، اولها ان الراجل ده ضابط ايقاع متحكم في الريتم، عارف امتى يهدي امتى يسرع، ومهم جدا يبقى عندك لاعب على الاقل من النوعيه دي في الملعب، فبالتالي انا محتاجه جدا هوظفه في مكان تاني. ثانيا عنده الحل الفردي، بمعنى انه قادر وانت في وضع سيء يعمل لك تمريره حاسمه، يسدد لك تسديده من وضعيه صعبه، يسجل هدف من وضع صعب، يعمل مراوغه في وضعيه صعبه، فبالتالي الحل الفردي دائما المدرب يحب اللاعب اللي عنده الحل الفردي لانه بينقذه، زي ما صنع له مجد القضيه ممكن. موسيماني مدرك ومتاكد تماما ان قفشه وهذا الحل الفردي مهم جدا. حاجه ثالثه، قفشه عنده المبادره من لاعبي الوسط القلائل اللي ادوارهم مش نمطيه او وظيفيه، بمعنى انه ممكن بياخد الكره وبيتقدم بيها وبيروح بيها. يمكن منتخب مصر قدم اداء عظيم جدا تكتيكيا خططيا، كل واحد بيقوم بدوره وظيفته على اكمل وجه، موظفين مثاليين. لكن فكره المبادره عند لاعبي الوسط بالتحديد، قدرتهم على انطلاق تقديم الدعم كانت غايبه. هنا العوامل دي بتخلي لاعب زي مجدي قفشه عند موسيماني او غيره من المدربين اللي بيدربوه مهم، فحتى لو انا غيرت الطريقه مضطر او هدور له على دور، لان لازم الحاجات دي استفيد منها، ما ينفعش يبقى عندي هذه القيمه وهذه الملكه وفي النهايه ما استفدتش من كل هذه الادوار. انا بقول ده دلوقتي وانا مدرك تماما ان قفشه في هجوم غير عادي عليه، حتى من جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي بيعترض جدا عليه في الفتره الاخيره وشايفين اداؤه متراجع، لكن ده مترتب على ان الطريقه بتتغير، انه بيلعب ادوار جديده غير ادواره. لكن زي ما بقول لحضرتك، هذه الملكات مستحيل انك تجعل لاعب بهذه القيمه تتخلى عنها خارج هذه المنظومه.